برشة برشة يمدلم برشة برشة هذه بيتي في صفاقس برشة برشة يمدلم برشة برشة واللي هو صغير هي تبع في الفن فنان ويدخل حتى الكوشينة يبدا يغني الرياضة هي أهم شيء في الحياة ما تشوفه يعني هذا أبو خالي بيكون في العاصمة بقعد في أيام العطلة هذه عائلة خالي هذا جندي مختار يعطي كثير وأنت ستكتشفوه نحن هلا بتونس ورايحين على صفاقس بالقطر يجي 4 ساعات هيدي بلد صبر وغبار أنا بدرس اقتصادي وتصوير في أوريغون تاريخ مهم بحياة أحمد وهو 23 شباط 1996 النهار اللي التقى فيه أحمد بإيمان وما عاد افترقوا من بعدها نعم أنا أحمد عنا ليش كمان سنين 7 سنين 9 شهور إن شاء الله نقول أنا نكمل الزواج هذا مكان المفضل اللي نجي نقعد فيه ديما في الصيف أنا وصديقتي إيمان رغم اللي انا مش مستقبل برشا قوة في لبنان انا بفضل اللي يمشي حتى بذلك احكي انت مستقبله حاجة ويحبه معنا يحب الاغناء ويحب الفن 5 كانون الاول 2003 يوم الاحد ودخل برنامج